الطاقم الإداري والتربوي بالأكاديمية نتقدم بجزيل الشكر للخدمات الجليلة التي تقدمها هذه المؤسسة في ترسيخ السلوكيات الجليلة السلوكيات وفي سبيل كذلك التنمية المستدامة ومدى تأثير هذه الإنجازات التي تكون على مستوى المؤسسة التعليمية في المحيط. وخير مثال ما يحدث لحي تويمة مع تميز مدرسة سعد بن أبي وقاص. يسعدنا الحضور معكم اليوم في هذا الحفل البهيج بمناسبة تتويج مؤسسات تعليمية الحاصل على اللواء الأخضر الدولي للبيئة في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية، والذي يندرج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية والمتميزة التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويمثل رفع اللواء الأخضر بمدرسة سعد بن أبي وقاص وبالمدارس الأخرى الحاصلة عليه تتويجا للانخراط الجاد في هذا البرنامج وثمرة للجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين، والتي أسهمت في تحقيق الأثر الإيجابي المباشر على سلوكات المتدخلين وكذلك المجتمع المدرسي عموما، وعلى السلوك اليومي للمتعلمات والمتعلمين بصفة خاصة في مجال ترسيخ الوعي البيئي من خلال تحسيس المتعلمات والمتعلمين بالرهانات البيئية وجعلهم واعين بتأثير سلوكهم اليومي على البيئة وإشراكهم لتبني أنماط الحياة التي تحترم البيئة. حضرات السيدات والسادة، إن هذه المناسبة تشكل فرصة لتكريم جهود المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية وشركاء المدرسة، وتحفيزا على مواصلة المشوار بنجاح وبعث روح ثقة من جديد في المدرسة المغربية. توفير الوسائل البيداغوجية التي تسهل على الناشئة ومؤطريهم فهم وتنزيل البرنامج وربطه بالمناهج الدراسية، وبأهداف التنمية المستدامة 17 من منظمة الأمم المتحدة بهدف تغيير سلوكهم تجاه البيئة للأفضل ونقل ما يمارسونه في المدرسة إلى محيطهم. وفي هذا السياق قدمت 820 مدرسة منخرطة ملف ترشيحها للموسم الدراسي 2023-2024 للحصول على أحد الاستحقاقات الثلاث لبرنامج نظرا لاشتغالهم على المحاور ذات الأولوية، وهي ترشيد استهلاك الماء، ترشيد استهلاك الطاقة، وتدبير جيد للنفايات حسب منهجية تدرجية. وفي نفس الإطار أرسلت المدارس الحاصلة على اللواء في الموسم السابق مساهمتها في النسخة الثالثة لمسابقة ممارسة البيئية الجيدة تحت شعار كان ما كان مدرسة إيكولوجيا، واطلع بذلك أعضاء لجنة التحكيم الوطنية على جميع الملفات والمساهمات إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجان الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة التي تواكب وتؤطر هذه المدارس.